في الآونة الأخيرة انتشر فيديو في منطقة شويخ كويتي يطق الوافد. شو السالفة؟ سالفة الهوشة والكويتي طاق الوافد بشنو والوافد طاق الكويتي بشنو وصار لقط واللي يقولون الكويتي غلطان والناس تقول الوافد غلطان. أنا ما أبي أرجح كفة على الثانية، أنا أبي صاحب الشأن من داخل الزنزانة وهو يقول لكم تفاصيل الحدث. شلونك؟ الحمد لله الله سلم. شلون صارت السالفة من بدايتها؟ بدايتها كان عندي سيكل خربان، فقلت أروح منطقة شويخ الصناعية اللي تصلح. نعم. دشيت المحل من الباب الخلفي، شفت اثنين يعني صبيان يشتغلون مكاين قراجات. لا حبيبي في سيكل بصلحه. تقول لي ما في مشكله بس كلم مدير. اوكي ما في مشكله. دشيت من الباب الخلفي دخلت على باب الامامي. شفته ولا الريال هذا سلمت عليه قلت له حبيبي عندي سيكل بصلحه. تقول لي لحظه انطر معي زبون. طلعت الزبون قلت شلون زبون لابس فنيت المحل. طوفته. قلت له حبيبي عندي سيكل بس بصلحه في واحد جاي يشتري يعني. داق علي واحد يبي يشتري سيكلي خربان ولا مخربان راح يشتري. تقول لي لا ما ينفع. ليش ما ينفع؟ انت عندك سياكل برا؟ تقول لا عندي بريك. قاعد اشرب شاي بويه يقول لي عندي بريك. كان من الساعه 2 ل 3 وربع برا محلك صافط. توك طلعت السياكل دريت انك بطلت. تقول لا ما ينفعش. قلت له خلاص انت ما راح اسولف وياك. حلو؟ عطني رقم صاحب المحل. تنرفز. خذ اتصل انت ويحذف الرقم بوي. قلت ليش قاعد تصارخ انت؟ يعني انا زبون. بغض النظر لو تروح فندق وتشوف الريسبشن ماله مو حلو، تروح فندق عادي حتى تو ستار تروح الريسبشن حلو. فكنت بكلم راعي المحل بقول ليش تجي الاستقبال مالكم؟ قاعد ينرفزني. فشدت فيها بالكلام قلت له سولف عدل لا غلط عليك. يقول انا غلط عليك. انا ما نيتي اول شيء ما بيطقه. والله الله يشهد نيتي ما بيطقه. دشيت له داخل قلت يمكن شوي يقصر صوته يمنع شوي. لا زاد. وانا قاعد اكلمه كان يمد ايده. تدري ترى الفيديو صمت مو نفس الواقع. مد ايده والله ما اسكت انا مديت ايدي ما اشتغلت عليه قاعد اطقه. لا مسكته. وانا قاعد اسولف وياه صدمت انه في شيء على راسي. ما حسيت فيها ما راح اكذب طقه ما حسيت فيها ما حسيت طقه حاره بحزتها طقه حاره ما راح تحس فيها. يوم قاعد اتماسك انا وياه طيحته. حلو؟ وانا يعني وانا ماسك فنيلته. لاحظ التصوير بالفيديو مو راضي يهد فنيلته. ما ابي اطقه مو راضي يهد فنيلته بس ابي اثبته مو راضي. كان بيده درنفيس. لين طيحت درنفيس منه كان اشوف دم قاعد يطيح من راسه. ليه استرت انا انسان يوم شفت الدم وايد في حالات من حالات شعب اي انسان مو شرط شعب ولا كويت يشوف دم يهستر. فشفت الدم هسترت. شو يطقني هذا يبطل راسه؟ تبي الصج؟ مثل ما سوي فيه يسوي فيه. بس انا ريال يعني خرجت عن طوري. وانت تدري لما تهاوش يا واحد وتي ناس تمسكك تزيد حرتك اكثر. فانا يوم قاعد اطقه مسكوني وزادت حرتي اكثر. فمو نيتي اني اطلع امشي. وانت لما تقول انا رحت عند الباب ورديت لا انا شو اقول لك يعني مهستر ما اعرف شو اسوي. شلون هذا بطل راسه؟ وعلى شيء تافه. وبعدين على فكره انت بايع انت مو ميكانيكي. انت يعني لو قايل اوكي ما في مشكله مثلا النادي الصبي وقايل له روح شوف سيكل مو انت راح تشتغل فيه ولا راح تشتغل ببلاش وبالعكس راح ادفع لك فلوس ترى مو ببلاش لما تصلح سيكل. ولا انت نفسك شخصيا راح تروح تشيك على السيكل لان انت بائع مو ميكانيكي. حلو؟ هسترت. شلون يطقني بطل راسي؟ بعدين صار فيديو تداول. نعم. طبعا قصوا الفيديو حاطيني بس انا واطقه. زين وين بدايه الفيديو؟ زين منو صور الفيديو؟ هل من رجل في واحد بالداخلية هو صور الفيديو؟ هل في واحد يداوم بالمكان وزاره الاعلام وهو اللي صور؟ انظلمت فيها.
كانت القضية جنحة، بعدين رحت صارت جناية وتغير رغم القضية. فالمهم اني كلمته، كلمه دزيت لناس، طلب عليه تعويض خيال كم؟ 25,000 دينار. طلب 25,000 دينار عشان يتنازل. 25,000. زين انا بني ادم مو موظف، طالب. انا مو موظف، طالب. زين وين يجيب 25,000؟ تبي اخذ قرض اعطيك 25,000؟ شلون اعطيك 25,000؟ زين انت طاق ومطقوق، وانا طاق ومطقوق، تبادل ضرب. تبادل ضرب. والريال طلع كفاله 500 دينار. زين انا ما راح اخلي ام وابوي يروحون حق الريال الوافد قاعدين كل شوي رايحين له. انتوا قاعد تحبسوني، طلعوني على الاقل اسوي اي شيء، اسوي مساواه، اروح حق الريال اتاسف له، اتعذر له، عادي احنا اخوان. هم خلوها مساله شعب. نعم. مصري وكويتي ما له شغل. صحيح. ترى في كويتي شين، في كويتي زين، في مصري شين، في كويتي زين، واللي هني كلهم ياكلوا لك العيش يعني. يخزن ويزيرته، ما حد له شغل بالثاني. بس صارت مشادات كلاميه، والشيطان كان حاضر. والشيطان حاضر 24 ساعه، الشيطان موجود مع الانسان. صح. عسى الله يفك عوقك ان شاء الله. امين يا رب. ما ادري كلمه بك توجهها حق الشباب المندفع، الشباب اللي يثور بسرعه، عسى ما كلمت الا طلع لك سكين، ولا طلع لك درنفيس، ولا طلع لك مطرقه، ولا رساله توجهها من داخل الزنزانه، شو تقول لهم؟ انا اقول شوف حبيبي، اذا بتمد ايدك على واحد ولا بتطقه، فكر ان راح تجي سجن، راح تبهذل. اول شيء طبعا الحين الشباب التليفون ما يطيح من ايديهم، هني طبعا ما في تليفون ولا في خصوصيات ولا في شيء، حالك حال العالم، فراش وبطانيه وتوفر لك كل شيء، بس تليفون ما راح يكون فيك. الحين طبعا الشباب 24 ساعه وسط تواصل اجتماعي، اذا راح تنقطع العالم يعني، طقه مثلا برنج، ولا طقه بسكينه، ولا طقه بشيء، راح تقعد لك هذا شيء 10 سنين 15 سنه داخل السجن. يعني لا عيال، لا زواج، لا فرحه، لا شيء. وتطلع كفاله ولا ما تطلع، يمكن تنحكم. فيعني انصح الشباب ان لا احد يمد ايده على احد، اخذها بالتفاهم، بالسياسه، على قولتهم نقده بالحكي، اتضارب توكل على الله. طبعا احنا ترى يعني عادة احنا نغطي الوجوه دائما، يعني ما نحب نكشف، ولكن انت طلعنا وجهك بناء على طلبك. انا اول شيء ليش قلت طلع وجهي؟ لان اول شيء برنامج كويتي، البرنامج راح نعرض ديرتي، وانا ريال ولد الديره. صح. ما راح انكسف ولا استحي اني اطلع بديرتي، لا انا ريال كويتي ابل عن جد، وانتم ريال كويتي، والمسلسل اللي قاعد تسوونه الحين البرنامج بالكويت ما راح يطلع برا. نعم. لا فانا قاعد اكلم شعبي واوصل لهم الرساله، نعم أنا ريال أذنبت وراح أستحمل غلطي. رسالتك وصلت إن شاء الله حبيبي. شوف راسي.